عودة الشخصيات العراقية التي اختلفت مع بعض الشخصيات اللي موجودة هنا في الدولة الآن، عودتهم ليس فقط الدكتور رافع العيسى وإنما الكل. نقول لابد أن البشر يختلفون، واختلفنا في فترة من الفترات، والاختلاف المفروض أن ينتهي في يوم من الأيام. أنا أدعو إلى أنه الكل نمهد لهم بالرجوع، حتى ولو أخطأوا، حتى ولو ارتكبوا خطأ معين كان أدى إلى ضرر كبير أو ضرر جسيم. لابد أن ننهي. هؤلاء وجودهم في خارج البلد، في خارج البلد سوف يستخدمون ضد البلد في وقت في وقت ما. عودتهم لكل صالح البلد. حتى السيد طارق الهاشمي. ماكو منافسة على الأمانة العامة؟ لا أبداً. أبداً ماكو. طيب. هواي نسمع بعودة السيد طارق الهاشمي. برأيك لو الهاشمي مستقيل من حزب الإسلامي كان تعرض لما تعرض له السيد الهاشمي؟ لو لم يستقيل؟ أي. هو استقال من الحزب الإسلامي وتعرض لما تعرض له. أي. يعني لو ما مستقيل. هو لو ما مستقيل. من هذا السؤال صحيح. أي. لو ما مستقيل من الحزب الإسلامي. طبعاً الحزب الإسلامي قوة ولا زال هو قوة. ولا زال هو قوة شعبية قوية. ممكن أن كان ما يتعرض له بهذه الصورة. وحتى الدكتور رافع عندما خرجوا من الحزب الإسلامي هو تعرضوا لما تعرضوا، ما أعرف أنا لو باقين في الحزب الإسلامي نقول لو باقين كان ما تعرضوا، ولكن هكذا الشواهد هي تقول بقائهم في الحزب الإسلامي يكون لهم حصن أو يكون لهم حصانة. لكم تواصل كحزب إسلامي أو جنابك الكريم أكيد تربطك بهم علاقات قوية يعني مع السيد طارق الهاشمي تحديدا؟ انا لا اقطع علاقات مع احد يعني ابدا. هو جزء من الحزب الاسلامي اساسي واحد، اغلب المستقيلين حتى اللي استقالوا من باقي الاحزاب يكون تواصل يكون كذا. انا سؤالي منو جاي يقود حاليا مبادره وساطه لعوده السيد الهاشمي؟ شنو موقف السيد السوداني من عوده السيد الهاشمي؟ لا لم نطرح حقيقه، انا لم اطرح هذه القضيه على هذه، ولكن بصوره عامه انا ادعو حقيقه الحكومه العراقيه وادعو مجلس القضاء الى حل هذه المشكله. مشكله طارق وغير طارق، مشكله حصلت اخطاء غير طارق مثلا ممكن يشوف العفو للسيد احمد العلواني ايضا؟ طبعا ممكن. منهم كان يحصل عفو. مساله دكتور احمد العلواني المشكله مالته مشكله ادعاء بالحق الشخصي.